عائلة الشاب أحمد الكليبي نشرت بلاغ ذي عن نهار سبت اللي فات، قالت فيه وأنه أحمد خرج من الدار مع أصحابه وتحولوا إلى منطقة الكورنيش في صفاقس، لكن فقدوا الاتصال به بصفة مفاجئة. كما أي شاب خرج هو وأصحابه مشيوا للكورنيش البارح، تم الاتصال بهم من قبل الأمن بعد العثور على جثة أحمد. أول حاجة نتقدموا لهم بالتعازي متاعنا، ربي صبرهم إن شاء الله، وربي معاهم. الحقيقة مؤلمة جدا، طفل صغير في مقتبل العمر، حاجة ما هي سهلة بالكل. معنا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس سي فوزي المصمودي. صباح الخير ونهارك زين أستاذ. مرحبا سيد الرئيس. هل فما معطيات حول الحادثة هذه؟ هل أنه تنجم تكون فما جريمة قتل؟ والله أول حاجة نترحم بالطبيعة على روح الشاب هذا أحمد الكلابي وتعزيات العائلته وربي صبرهم. بالطبيعة احنا أول ما عملنا الأمس العشية كونه فما جثة في أول شيء لما ما كانش معروف أجازة شكون، لكن فما جثة مباشرة كانت حل بحث تحقيقي، على أساس وفاة مصرع فيها. بعد تلمت المعطيات باعتبار كونه عائلته وعائلة الهالك هذايا اللي افتقدته من نهار السبت تقريبا 9 متاع الليل، عملت جات جاو نهار مسؤول الصباح للمحكمة وقدموا عريضة وبعثناها من مركز الأمن بتحر على أساس عملوا بلاغ كونه تم فتح محضر بحث في الموضوع هذا. بطبيعة الحال ترتبت الأمور وطرح كون جثة اللي لقيناها البارح في البحر هي جثة أحمد الله يرحمه. هي بحثت وقاعدة جارية باش نثبتوا شنو الملابسات نتاعو، يا ترى فما جريمة وراء الوفاة نتاعو ولا ما فماش. هذا موضوع قضية تحقيقية إن شاء الله نوصل للحقيقة الأمر إن شاء الله. الشكل الظاهري للجثة سيد الرئيس مش ظاهر، مش مبين. أسباب الوفاة على الأقل ظاهريا يعني فماشي عنف، فماشي ظاهريا ما فماش مبدئيا ما فماش أثار تاع عنف، فما أثار تاع يعني ماء اللي هو بطبيعة نتيجة الغرق. لكن بطبيعة الأمر موكول بس الأطباء الشرعيين اللي باش يقوم بعملية تشريح الجثة وأخذ العينات اللازمة وإن شاء الله توصلوا للحقيقة مع بقية الأبحاث اللي باش تصير مع الناس اللي كانوا مرافقين ليه بمتابعة المسلك تقريبا اللي مشاو منه اللي رجعوا منه باش نشوفوا إن شاء الله الحقائق الكل. ما فماش تسجيل لاختفاء بعض من المجموعة من أصدقائه اللي المفروض خرج معاهم؟ فمش مبدئيا لا، وهذه الابحاث باش نسعى باش نسمعوا كل الاطراف اللي كانوا معاه اصدقائه ومعناها والاعمال اللي ان شاء الله تحصل ان شاء الله في اقرب وقت. واضح سيد الرئيس. نجم يكون في علاقه بامكانيه ل الحرقه معناها؟ احنا بالنسبه للابحاث ما نستبعدوا حتى احتمال. داكوغ. في اي موضوع في اي وقت ما نستبعدوا حتى احتمال، لكن نتبعوا كل الاحتمالات ونشوفوا. مبدئيا ممكن ما تكونش عندها علاقه بحرقه، ممكن كانوا اصدقاء مع بعض، ممكن تكون فما جريمه، ممكن ما تكون فما جريمه، ممكن ساعات معناها خطا صارت حتى قبل في المنطقه هذه. ساعات بعض الاشخاص اللي يزرقوا معناها حتى يزلقوا هو على حرف الكورنيش معناها. الناس يكونوا يصطادوا مثلا يقصروا في الوقت يصيد في كذا ساعات خاص صارت قبل. ان شاء الله نسبب ان شاء الله كي ما تكون فما جريمه وربي يرحم الهالك وان شاء الله الحقيقه في اقرب الاوقات. بالاعمال البحث بكل التحقيق وبالتقرير الشرعي وكل المعطيات اللي واضح سيد الرئيس، شكرا لك على المعطيات هذه كل. قبل ما نختم معك لو كان تسمح، تم ايقاف مؤخرا رجل اعمال معروف في صفاقس بشبهه التدليس وقضايا اخرى، هل عندك معطيات حول هذه القضيه؟ بالنسبه للموضوع هذا فما ابحاث جاريه، فما شكايه. امس العشيه احتفظنا بالمشتكي اللي هي على بنت البحث باش نستكمل الابحاث في الموضوع هذا الشبهه، وهو في نفس الوقت عنده
زوج قضايا تحقيقيه كان في حاله فرار وتقدم لنا للتحقيق في زوج قضايا الاخرين. قضايا منشوره معناها. قضايا منشوره في التحقيق في التدليس، لكن الشيء الاخرى اللي وقع لها اتصالية هي مستقله منفصله على موضوع القضايا التحقيقيه. اللي هي شنو هو سيد الرئيس؟ الاحتفاظ 48 ساعه ونشوفوا نبحث شنو باش تنتج. تنجم تفيدنا بفحوى الشكايه شنو؟ هي الشكايه الموضوع تدليس وثائق. فما شبهه نتاع تدليس وثائق، هذا هو الموضوع نتاعها. داو شكرا ليك. انتظار بياسر نساكم الابحاث. شكرا ليك سيد الرئيس فوزي المصمودي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس.